أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن نقرأ قصيدة فإننا نفتش عن وجودنا فيها، وأن تكون القصيدة تحوم حول علي عليه السلام فهي بلا شك تتفجر بمعان لا حصر لها من العقيدة والتاريخ والجغرافيا، من السياسة والمجتمع، وأن يكون محورها حادثة الغدير فإنها تكون مثقلة بالأنين والحنين والنبض والبوح، وأن تكون من نظم مصطفى جمال الدين فإنها ترمز لمرحلة تضيء على الكثير من مفاصل التشكل والتبلور للشعر الصادق الحديث. أن نقف على ضفاف الغدير يعني أن نشم هواء ذلك المكان، وأن نسمع صدى ذرات ترابه وصدى الحديث الذي دار بذلك اليوم وسمعته أحجاره. اليوم نقف في هذه الحلقة من حلقاتنا المتوالية حول قصيدة على ضفاف الغدير للشاعر مصطفى جمال الدين. نحلل لغة القصيدة ونقف على شخصية علي عليه السلام في هذه القصيدة أيضا، ونقف أيضا على محاور أخرى. ويسرنا أن نبدأ هذه الحلقة مع الدكتور الأستاذ علي عمران، ويحدثنا في جانب مهم من جوانب هذه القصيدة، وهو تصوير شخصية الإمام علي في هذه القصيدة. كيف صور الشاعر مصطفى جمال الدين شخصية علي؟ فلنستمع في هذا المحور لدكتورنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، شكرا إلى الدكتور جعفر على هذا التقديم، وشكرا إلى الأستاذ حسن لهذه الاستضافة في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الشريف. وبعد، قصيدة على ضفاف الغدير للسيد مصطفى كمال الدين، مصطفى جمال الدين، قصيدة استثنائية. الجواب على سؤال المقدم كيف صور هذا الشاعر العملاق شخصية الإمام علي، أو كيف تبدو شخصية الإمام علي في هذه القصيدة؟ سوف أتناول العنوان، ومن بحر العنوان وعتبته سأنتقل إلى تحليل النص حتى نستظهر صورة علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا النص المبارك حقيقة. العنوان مكون من 3 وحدات: معجمية، على، وضفاف، والغدير، وقد تم التركيز الشديد فيها على المكان الغدير، ولكن على ضفافه فالجار والمجرور بينا الوصول إلى حدود هذا المكان،
وقوله على ضفاف باعتبار أنه ليس في الغدير وإنما يشرف عليه، فالضفاف يوقف عليها، لأن الفعل المتعلق به حرف الجر هنا محذوف، وأقرب تقدير له هو وقوف أو جلوس على ضفاف الغدير. مفردة الغدير الوحدة المعجمية الثانية في قواميس اللغة بفتح فكسر هي القطعة من الماء يغادرها السيل، مياه راكدة قليلة العمق وقد تكونت بعد انتهاء السيل. والغدير عند الجغرافيين النهر الصغير، وجمعه غدر وغدر وغدران وأغدرة. والقصيدة بعد ذلك كله تابعة إلى حقل الطبيعة حيث المدرسة الرومانسية، فشعر السيد مصطفى جمال الدين كله قائم على ثنائية العطش والري والماء والقحط، فهو على الضفاف الشاطئ الرمال ينظر إلى الماء، والماء هنا يحمل رمزية المكان الغدير المفحم بمعاني الطهر والحركة والحياة. ننتقل بحضراتكم إلى تحليل النص. لقد قسم الشاعر قصيدته هذه إلى 6 مقاطع كبرى، وتقسيم القصيدة من بنيه غمر الغطاء البذور وسقاها نبع النبي، وهل بعد نمير القرآن يحلو نمير، هكذا يزدهي ربيع علي وتغني على هواها الطيور، شربت حبه قلوب القوافي فانتشت أحرف وجنت شطور. وفي المقطع الثاني يرسم كذلك صورة لعلي بن أبي طالب من البيت العاشر إلى البيت الثامن عشر، وهي كذلك صورة حقيقة جميلة يصور فيها باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله، فهو يدعو الناس العطش إلى الري من غدير علي، فالغدير يروي الجميع، فقال: ظمئ الشعر ها هنا يولد الشعر وتنمو نسوره وتطير، وهنا تنشر البلاغة فرعي فرعيها فتستاف من شذاها الدهور، هدرت حوله بكوفان يوما ثم قرت وما يزال الهدير، وسيبقى يهز سمع الليالي منبر من بيانه مسحور. المقطع الثالث من البيت التاسع عشر إلى البيت الثامن والعشرين يبدأه الشاعر بنداء موجه
إلى الأنموذج الأكمل والمرجع الأمثل علي بن أبي طالب، سرداً لأفعاله وبسطاً لصفاته وتمثيلاً للخلق العربي النبيل العظيم، فقال: أيها الصاعد المغض مع النجم، هنيئاً لك الجناح الخبير، قد بهرت النجوم مجداً وإشعاعاً وإن ظن أنك المبهور، وملأت الدنيا ذوياً فلا يسمع إلا هتافها المخمور، فقلوب على هواك تغني وأكف إلى علاك تشير، وستبقى لك الخلود وللغافين في نعيم الحرير الغمور. تتواصل الصور حتى نصل إلى المقطع الرابع، وفيه تأكيد شديد على مرجعية علي بن أبي طالب في المقطع 29 إلى 53، صورة المرجع القدوة، ويسرد أفعاله ويربطها برسول الله صلى الله عليه وآله. وإن المتأمل في شخصية علي في هذا المقطع وصورته في النص ما هو إلا تأمل في المنجز المحمدي العظيم الناجح الذي أبهر البشرية بهذا الدين العظيم، فقال: سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير، لك مهوى قلوبنا وعلى زادك نربي عقولنا ونمير، نحن عشاقك الملحون في العشق وإن هام في هواك الكثير، نحن نهواك لا لشيء سوى أنك من أحمد أخ ووزير، ضرب الله بين وهجيكما حدا فأنت المنار وهو المنير. في المقطع الخامس يصور علي بن أبي طالب بصورة البطل والفارس المغوار الذي لم يهزم في أي معركة قط. في المقطع الخامس من البيت 54 إلى البيت 64، استعراض لبطولات علي عليه السلام في بدر وأحد وخيبر والنضيرة، فقال: ودعتنا بدر لصحوتنا الأولى وأحد وخيبر والنضير، فركبنا متن الزمان وقدنا الموت أعمى يسير حيث نسير، وأتينا هرقل في ضفة اليرموك شعثا فارتج فيه السرير، يا لأمجادنا أنحن بقايا السيف منها أم غمده المكسور. المقطع السادس والأخير من البيت 65 إلى البيت 80، يحاول الشاعر يعني هذه المقاطع التي مرت السابقة بيّن فيها صورة علي بن أبي طالب. في المقطع السادس يحاول استنهاض هذه الأمة، الأمة العربية الإسلامية، من واقعها المؤلم، وذلك بأن تعود إلى مجدها التليد وعزتها عبر استدعاء البطل الأنموذج الحربي العسكري علي بن أبي طالب عليه السلام، والتغني بشجاعته والمقارنة بين حاله وحال الأمة الآن، فقال: أيها الخانعون قد أينع الذعر وأعطى ثماره التعذير، وملأتم أسواقنا بغلال الجبن حتى استكان منها الجسور، وسمعنا صوت الهزيمة يخفيه على بؤسه خطاب مثير، حسبكم أيها المليئون نصحا وانهزاما فسعيكم مشكور. نصل بحضراتكم إلى الخلاصة من هذا التحليل، أن الشاعر السيد مصطفى جمال الدين وفق في استثمار الحادثة التاريخية
من خلال استحضار بطلها علي بن أبي طالب، فقد رسم صورة جليلة له في رحلة البحث عن الري المتمثل في شخصية الإمام علي عليه السلام، مصدراً للبطولات وللأمجاد وللقيادة وللخلاص من الحاضر المؤلم حيث الجذب والظمأ. فالشاعر عاش في العراق في العصر الحاضر، فالزمان والمكان هو هو، وقد رأى الشاعر الإمام علي الأنموذج الأكمل لقيادة الأمة، فاستحضره واستحضر صورته المنتصرة دائماً. فالغدير مصدر الري، فتراه يستحضر النصوص القديمة والتناص حيث المعارك والبطولات، خيبر وأحد وبدر وحنين، فجاء بخيبر ونقل حركة الإمام علي عليه السلام معهم إلى الحاضر وصراع العرب مع اليهود، ونقل صراع الكفر والإيمان. فالوقوف على ضفاف الغدير حيث بطولات علي بن أبي طالب، ومثل ما ذكرنا أن مسألة المياه في هذا النص والأنهار والغدران شغلت الشاعر كثيراً في هذه القصيدة بل في الديوان كله، وإن الوقوف على ضفاف الغدير علامة النصر، فالضفاف تستدعي المياه والغدير، فالغاية عنده الحصول على الماء والوصول إليه. وهذا النص الجميل على ضفاف الغدير لمصطفى جمال الدين نص فيه ضمأ إلى الأنموذج الأكمل علي بن أبي طالب مصدر الري الأوحد، ولقد لعب في النص هذا على ثنائية الري والضمأ، تلك الثنائية التي خلقت جواً من المتعة واللذة في طول النص وعرضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور علي عمران على هذا التحليل الذي لخص لنا نموذج علي ابن أبي طالب في الفقرات الست من القصيدة علي وريث النبي، علي النموذج، صفات علي، علي المرجع والقدوة، وأخيراً علي البطل المغوار. لا شك أن مسيرة الشعر في علي مسيرة طويلة، مسيرة ممتدة، فهو بحر من العلم وبحر من الكلام والحكم، وهو من أعطى طابعاً للشعراء الذين تحدثوا عنه بأن يصطلح على تسميتهم بشعراء الصدق أو بشعر الصدق. يقول شوقي ضيف إن عدداً من شعراء الشيعة عبر العصور مثلوا مسيرة الشعر الصادق في الشعر العربي. إغلاق القوس وأقول طالما مثل هذا النهر المنساب الذي تدفق منذ العام 63 للهجرة وهو العام الذي وقعت فيه واقعة كربلاء، طالما مثل حالة من التوهج فأنتج شعراء وقصائد خلدت في تاريخ الأدب. نحن أمام قصيدة تمتلك وتبسط لغة خاصة، نحتاج أن نقف على لغة هذه القصيدة لنستطيع أن نبحر في أعماقها. معنا الضيف الأستاذ زكريا رضي يحدثنا عن الصورة الشعرية في نص قصيدة على ضفاف الغد. شكراً دكتور جعفر، وكم هو جميل أن نلتقي ونجتمع على ضفاف الغدير وعلى ضفاف القصيدة، الغدير والنص معاً.
دعوني أقدم بمقولة قديمة إلى الجاحظ إذ يقول: إنما الشعر صناعة وضرب من الصيغ وجنس من التصوير. إذن انطلاقاً من مقولة الجاحظ فلنمسك بهذه القوانين الشعرية والمجازية التي حركت هذا التصوير الذي أنبأ عنه الجاحظ في قصيدة السيد جمال الدين ظمئ الشعر. اجتهدت سريعاً في استنباط أو استنتاج ثلاثة قوانين لهذه الصورة. القانون الأول هو الاتكاء على التماثل بين المفردة الشعرية والممثل به من الطبيعة، وهو بطبيعة الحال محتاج كشاعر إلى أن يدرك هذا التماثل وهذا التشابه، وعليه أيضاً أن يديره شعرياً بحساسية وذكاء. لا نعني بالذكاء الذهني، إنما نعني الذكاء الشعري. كمثال، لاحظ كيف أجرى السيد مفردة الغدير في المطلع: ظمئ الشعر أم جفاك الشعور، كيف يظمى من فيه يجري الغدير. لكي أولد علاقات التشابه والتماثل، عليك شاعر أن أعرف كيف أحرك هذه العلاقة، كيف أحرك هذه العلاقة وأضعها في موقعها الصحيح. أنت في مفردة الغدير لعبت بدلالتين اثنتين أو بصورتين. الأولى هو غدير الماء كما هو موجود في الواقع الفعلي والواقعي، والثانية هي غدير الحدث والمكان والمناسبة. الآن الإمساك بهاتين الصورتين، علي أن أتحرك بروافدها وما يجري منها من لوازم، من ذلك الجريان، لا يوجد ماء بدون جريان، من ذلك انقطاع الظمأ، من الطبيعي أن الظمآن إذا أراد أن يتوجه إلى الماء سيتوجه ليشرب وينهل منه. غاية الظمآن في نهاية الأمر أن يشرب. لكي نكتشف قانون هذه اللعبة الشعرية، جرب أن تقترح بدائل أخرى وقارن. بمعنى، ماذا لو قال: كيف يظمى من فيه يسري الخرير، خرير الماء مثلا، على سبيل الافتراض نحن نقترح، لن تجد مفردة الخرير تعطيك كل تلك الصورة الممتلئة بالحدث والمكان والزمان والشعور كما أعطت لفظة الغدير. ماذا لو قال: كيف يظمى من فيه يجري الهدير، هدير البحر، أيضاً لن تعطي كل هذه الشحنة وكما أعطت مفردة الغدير. هذه الصورة الشعرية المكتملة والمقصودة بعناية تكتمل الدلالة وتتشبع الصورة الشعرية معناً وثراءً وحضوراً في نص القصيدة. القانون الثاني سريعاً لكي لا يدركنا الوقت هو الاشتباك بالقافية. أعني بالاشتباك بالقافية أن اختيار الصورة مرتبط أيضاً بالقافية، واختيار القافية ليس اختيار عشوائي، وليس هو اختيار فوضوي، ولا هو عبثي. أحياناً القافية هي التي تهيمن على الصورة الشعرية في البيت الواحد، بمعنى أنها لا تكتمل إلا بالقافية. أعني بهيمنتها أنها تقود بقية علائق الصورة الشعرية وتحرك جميع مفرداتها. كمثال نقول: كيف تعنو للجدب أغراس فكر لعلي بها تمت الجذور.
أين تحديداً لو سألت يكتمل هذا المعمار السوري الجميل الذي بدأ بتعنو؟ بالتأكيد هو لن يكتمل عند أغراس ولا عند الفكر ولا عند مفردة علي ذاتها سلام الله عليه، بل عند الجذور. الجذور هذه المفردة الشعرية التي تشعرك بالامتداد في العمق، بعد تتشبث بالأصالة، أيضاً الغرس والانغراس، لا يوجد جذر بدون امتداد، كلها تصب في الجذور. كجزء مكمل لهذه الاستراتيجية الشعرية التي اختارها السيد، الاتكاء على مفردات القصيدة ذاتها، أعني القصيد بواسطة القصيد. هذه أيضاً لعبة من اللعبة التي اشتغل عليها السيد، وهو أسلوب دارج عند كثير من الشعراء، أن تشتبك مفردات النص بمفردات القصيدة ذاتها بالبحور والتفاعيل. فيقول: شربت حبه قلوب القوافي فانتشت أحرف وجنت شطور. لم أكتفي الآن أن أصور شخصية الممدوح أو أمثله أو أسبغ عليه صفات فحسب، بل علي أن أجعله يلتحم ويشتبك بالقصيدة ذاتها، فيكون جزء من أشطرها ومن تفعيلاتها ومن بحرها. هذا الملمح إذا تمكن الشاعر من أن يديره شعرياً باحترافية، فهو يلغي المسافة بين الموضوع والنص. وأعني بذلك الآن لست أمام طرفين، هما الموضوع والنص، أنت أمام نص ملتحم بموضوعه، ما تقدر تفك الموضوع عن النص. مسافة كهذه كلما اقتربت كلما التحمت، وكلما تفجرت القصيدة وتعمقت. أخيراً، القانون الثالث في بناء الصورة هو قانون الالتحام بالموضوع الذي أشرت له قبل قليل. أنت لا تكتفي كشاعر بالتصوير وتأخذ لقطات مجتزأة من هنا وهناك كمن يصور التقاطات يعني معينة، لا، عليك أن تدخل في موضوعك. ما دام اخترت الموضوع فعليك كشاعر أيضاً أن تدخل بعمق لتصبح جزء من هذا المسار وجزء من الموضوع. ولذلك عندما قال: سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير، لك مهوى قلوبنا وعلى زادك نربي عقولنا ونمير إلى آخره، نحن عشاقك الملحون في العشق، وإن هام في هواك الكثير بعض ما يبتلي به الحب همس من ظنون وبعضه تشهير. لا أستطيع أن أقول أن الشاعر رصد موضوعه في هذا المقطع بالتحديد وهو خارج عنه، لا يمكن، هو داخل فيه وبه ومعه ومنه وإليه. لا تملك في المقطع أن تفسر، حتى التفسير لا تمتلكه، لأن الشاعر السيد جمال الدين بقوته في الذوبان في موضوعه جعلك كمتلق تذوب معه. هو يريد أيضاً، هو وظيفة أساسية أن يشركك كمتلقي. الآن ليست وظيفتك أن تستمع، بل أن تدخل معي أيضاً في هذه الرحلة استكشاف الموضوع. سنلاحظ أن ما يأتي في سياق تقرير حالة أو حقيقة هذا الجزء المكمل للصورة الشعرية، تجد قوله: بعض ما يبتلى به الحب همس من ظنون وبعضه تشهير. هي صحيح أن هذه لو أخذتها واجتزأتها في درجتها التعبيرية لن تضيف شيء، يعني كأنه يقرر حالة، وهذه الحالة موجودة عند المحن، ولكن ليست هي لوحدها. عندما تشتبك مع ما قبلها، باعدتنا عن قومنا لغة الحب فظنوا أن اللباب قشور، أيضا
ارجع لما قبلها، نحن عشاقك الملحون في العشق وإنهام في هواك الكثير. لاحظوا إلى أي مدى لم تأتي الصورة منفصلة متجزئة، بل أتت بدفقات شعورية داخلية أشعرتك متلقٍ بالحب والعشق، حتى كأنك معه جزء أساسي من امتلاك الشاعر للتأثير عبر الصورة الشعرية، هو أن تكون لديه القدرة على التخيل وليست منعزلة عملية التخيل عن عملية الشعور والعاطفة تجاه الموضوع، وإلا خرج من الشعر ومن مجازاته ودخل في باب المحسنات الشكلية والصورية المحضة. دعني أشعر معك كمتلقي وأتعاطف مع موضوعك وأهيم معك، وهو ما نجح فيه السيد مصطفى جمال الدين. شكراً لكم، أرجو أن أكون وفقت في الوقت دكتور جعفر. شكراً للأستاذ الفاضل الأستاذ زكريا رضيع على هذا الحديث الموفق والرائع عن الصورة الشعرية في نص قصيدة على ضفاف الغدير. في الواقع السيد مصطفى جمال الدين وريث مسيرة من الشعر في علي وفي أهل البيت بشكل عام، لذلك هذا التطور في القصيدة والنمو في القصيدة يعزى إلى الكثير من النصوص التي سبقت هذا النص منذ عصر الأئمة. لا، سأخذ مثالين بشكل سريع. يقول الشاعر محمد ابن علي ابن عبد الله، وهو أحد أحفاد العباس ابن علي عليه السلام، ابن علي ابن أبي طالب، يعني هذا من الأحفاد المتقدمين منذ عاش في العصر العباسي الأول، يقول: وجدي وزير المصطفى وابن عمه علي شهاب الحرب في كل ملحم، وأول من صلى ووحد ربه، وأفضل زوار الحطيم وزمزم. وقول الشاعر المقجع البصري في قصيدته ذات الأشياء، نأخذ بعض الأمثلة لنحلق في كيف ورث هذا الشاعر الكبير كل هذا الميراث ووظفه في قصيدته. يقول: أيها اللائمي لحبي عليا، قم ذميما إلى الجحيم خزيا، أشبه الأنبياء كهلا وزولا وفطيما وراضعا وغذيا، كان في علمه كآدم إذ علم شرح السماء والمكنية، وجفى في رضا الإله أباه واجتباه وعده أجنبيا، كاعتزال الخليل آزر في الله وهجرانه أباه مليا، ولون الوصي حاول مس النجم بالكف لم يجده قصيا. هذه الأبيات والقصائد الكثيرة هي ما عبر عنه شوق ضيف هذا المؤرخ الأدبي الشهير بالشعر الصادق. نقف الآن وقفة أخرى مع أستاذنا الفاضل الأستاذ عقيل رضي، يحدثنا أيضاً عن لغة النص الشعرية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أشكر لكم في البداية هذه الدعوة للمشاركة في هذه الأمسية مع أساتذة متميزين وكبار في النقد والأدب. في البداية راح أبدأ هذه المداخلة بأن إحنا يجب أن نتفق على أن تقاسم القصيدة وجوانبها في أمسية
هو ضرورة تفرضها آليات إدارة اللقاءات يعني، وإلا فإن القصيدة كل متكامل، وتناولك لجانب من هذه الجوانب بكل تأكيد سوف يدخل على الجوانب الأخرى. طبعاً هذا الكلام أقوله في البداية حتى أشرعن الخرق لكم ولي. فلما نتناول دراسة اللغة في قصيدة متميزة مثل قصيدة السيد مصطفى جمال الدين، لا يمكن لنا طبعاً أن نتناولها بمعزل عن الصورة، بمعزل عن التناص، بمعزل عن الشخصية أمير المؤمنين كما تفضل الدكتور علي عمران. فالنص لا يقدم لغته بشكل مستقل ولا يقدم أي جانب بشكل مستقل. أنا راح أبدأ حديثي أولاً بافتتاح القصيدة من قبل الشاعر السيد مصطفى جمال الدين بضمي الشعر أم جفاك الشعور، كيف يضمى من فيه يجري الغدير، كيف تعنو للجلب أغراس فكر لعلي بها تمت الجذور. ما الذي يمثله الغدير بالنسبة إلى الشاعر؟ يعني إحنا أمام الغدير مثل ما تكلم أبو ميثم كمكان، كرمز، كعلامة على حدث، وإحنا أيضاً في القصيدة أمام غدير السيد مصطفى جمال الدين الذي ساهم في تشكيل هذه اللغة وهذا النص. فأخذ من الغدير، ما الذي أخذه السيد من الغدير؟ نلاحظ طبعاً بأن الشاعر لما يبدأ بهذا البيت، هذين البيتين، يقدم لنا أهم ثلاث أركان يمكن تناولها لقصيدة ناجحة. هناك شعور، هناك فكر، هناك لغة شعرية، ضمي الشعور، هناك لغة شعرية، كل متكامل. وهذه اللغة وهذه يعني كأنما السيد مصطفى جمال الدين يقدم في هذه القصيدة نظريته في الشعر نفسه. وأنا أعتقد هنا لما إحنا نسلسل في قراءة أبيات القصيدة راح نجد المحور اللي راح يلامسه أستاذ حسن بأن ما يشكل هذه اللغة المفردة القرآنية حاضرة، نهج البلاغة حاضر، رسول الله حاضر. ولذلك إحنا نلاحظ بأن هذا المزيج الذي يجد الشاعر بأنه يشكل شخصية أمير المؤمنين هو ينطبع تماماً في قصيدة على ضفاف الغدير. لذلك إذا طبعاً تكلمنا عن هذا الغدير الذي سمح لهذه القصيدة أن تخلد منذ أن قرأها السيد في لندن في ذلك المحفل، ولتكون يعني فاتحة هذا الديوان، ديوان السيد، سنجد بأن هناك مجموعة من الظواهر التي يمكن أن نقول بأنها حافظت على هذا الغدير الشعري حتى تكون هذه القصيدة ندية عبر الزمن، رطبة عبر الزمن، تتجدد حلاوتها ليس على صعيد اللغة فقط، إنما على صعيد جملة من القضايا والملامسات الفكرية التي لامسها السيد مصطفى جمال الدين. ما راح نتكلم عن مجموعة الظواهر. الظاهرة طبعاً الأولى أو الملمح الأول اللي ممكن إحنا نتناوله هو ملمح الجناس في القصيدة. يعني هذا جداً واضح من خلال عدة شواهد، ممكن إحنا نشوف هنا بعض الشواهد في جناس القصيدة، مثلاً النار والنور في أحد الأبيات يتكلم عن النار والنور. نلاحظ أيضاً الشعر والشعور، قربتنا إلى جراحك، نعم، الشعر والشعور، نما ونمت، موجود أيضاً مجموعة، بهرت ومبهور وقامر ومقمور، دائماً الظاهرة هذه موجودة في الشعر. أيضاً الترادفات، التضادات الموجودة، هذه دائماً خلقت أولاً ملمح موسيقي، يعني إلى القصيدة جزء من موسيقاها الداخلي.
ونتكلم مرة ثانية نقول إنه هو في النهاية غدير وحركة وصوت، يعني في النهاية أنا قاعد أسمع القصيدة حتى وأنا أقرأها. أيضاً خلقت نوع من أنواع التشويق إلى القارئ. كذلك ممكن أن نلاحظ بأن هناك أيضاً تضادات مثل الصديق والعدو، الحب والأحقاد، هذه كلها طبعاً بعض الملامح اللي يمكن ملامستها في القصيدة. طبعاً هناك أيضاً السؤال اللي طرحه الدكتور، يعني أو المدخل اللي طرحه الدكتور اللي يتعلق بضفاف الغدير وهو عنوان القصيدة. الشاعر تهيب من الدخول إلى الغدير، تهيب من الدخول إلى الغدير وبقي على ضفافه. من يقرأ القصيدة ويجد كم القضايا الفكرية واللي لامسها في مضمون القصيدة سيجد بأن الشاعر في النهاية لا يجد أننا قد دخلنا الغدير بعد، لم يجد أننا بعد قد عرفنا أمير المؤمنين حتى الآن، حتى نتجاوز جملة من القضايا والمظاهر التي تحدث عنها. كل هذه المظاهر التي تكلمت عنها طبعاً حتى لو كانت من حيث في جانب المضمون حافظت على تدفق شعور متواصل في القصيدة، على تجدد في اللغة، على حركة في القصيدة، وخلت دائما القصيدة كما طرحت هي ندية ورطبة للقارئ. وأعتقد بأن إذا أردنا إحنا أن نقف عن جملة من الظواهر هذه قد نحتاج لوقت أكثر من هذا، لكن أنا لامس أهم القضايا اللغوية أو أهم الملامح اللغوية الموجودة في القصيدة. شكراً للأستاذ عقيل على هذا التحليل الرائع للغة النص الشعرية. في الحقيقة القصيدة تفتح الكثير من الآفاق للحديث والكثير من التفاصيل التي تستحق البحث والتأمل. وبالفعل سيد جمال الدين كأنما طرح فكرته ونظريته في الشعر من خلال هذه القصيدة، يعني هي تمثل نضج لمسيرة جمال الدين الشخصية ولمسيرة الشعر الذي يمثله سيد جمال الدين. لذلك طبعاً لن نستطيع أن نقف عن كل الجوانب التي أثارها النص، لكن هناك جوانب مهمة. سنقف الآن مع قضية التناص في هذه القصيدة، التناص مع القرآن، التناص مع الحديث. هو في الواقع الغدير نفسه كمكان وكفكرة وكعقيدة يثير، يعني كأنما هو وشائج مع كل قربة، مع كل النصوص وكل التاريخ وكل الجغرافيا. لذلك لابد من أن نقف على فكرة التناص في هذه القصيدة مع الأستاذ حسن كاظم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولاً يعني يشرفني أن أكون بين هذه الزمرة من النخبة في البحث والاطلاع والنقد، ومع هذه القصيدة الرائعة، قصيدة السيد مصطفى جمال الدين. في الحقيقة التناص، بداية أبدأ بشكل توضيح، الأساتذة طبعا عارفين معنى التناص لكن إلى المشاهدين، التناص هو عملية تداخل نصوص سابقة في نص جديد، تعالق في علاقة بين هذه النصوص والنص الجديد. بل التناص هو الذي يشكل البنية الفكرية والشعرية للشاعر في صياغة أفكاره ومشاعره، لأنه سيطلع على نصوص سابقة، لأن هذه النصوص تؤثر في النص الجديد من خلال المعنى أو التراكيب أو الألفاظ أو الأسلوب، فكأنما يستعين
بتلك النصوص وتكون في الوعي أو اللاوعي أثناء الدفقة الشعورية والكتابة، فهو يعيد صياغة تلك النصوص بحسب رؤيته. والإخوان ذكروا بأن السيد مصطفى جمال الدين في هذا النص قد صاغ رؤيته، لكن امتد نصه إلى نصوص. أهم نقطة حتى أدخل في النص أن إذن التناص هو تعالق، علاقة، إما أن تكون علاقة واضحة وظاهرة أن هذا النص أو البيت أو الأسلوب متأثر أو يمتد إلى نص آخر، تناص والتعالق، أو يكون العلاقة خفية. لنبدأ في النص بشكل عملي في عملية التناص في قصيدة السيد مصطفى جمال الدين. هذا النص الجميل والذي يتعلق بحادثة عقائدية مفصلية في التاريخ الإسلامي. السيد مصطفى جمال الدين من الطبيعي كل شعراء الغدير قرأوا حادثة الغدير، والنص القرآني الذي يتعلق بهذه الحادثة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أو بعد ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هاتين الآيتين صراحة لم أجد لهما تناص في النص. ما أدري إذا كان الإخوان يتفقون، رغم أن الحادثة حادثة مفصلية وفيها استناد إلى القرآن، لكن السيد مصطفى جمال الدين جاء بزاوية أخرى في التناص في النص، بذكاء يعني ذكاء ملهم. في البداية كما ذكر الدكتور يرسم خصوصا النص يرسم شخصية الإمام علي، حتى يرسم شخصية الإمام علي، فإن الغدير ليس فقط مكان في الناس، إنما استلهام استحضار والتناص للغدير من الجانب المعنوي، أن الغدير ظمئ الشعر أم جفاك الشعور كيف يظمى من فيه يجري الغدير. من يقرأ يقول الغدير عادي، يمكن لا يقصد غدير الحادثة، ينقل الحادثة التاريخية والجانب المادي إلى الجانب المعنوي أنها مصدر إلهام، هذا التناص. طيب يمتد في التناص أكثر الشاعر بعد ذلك ويعطي رؤيته بأن حادثة الغدير أن الإمام علي يرتبط بالنبي، كما ذكر الدكتور بأن صورة الإمام علي تأتي من النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ وسقاها نبع النبي وهل بعد نمير القرآن يحلو نمير، وأنا التناص إني مخلف فيكم الثقلين. هنا سواء كان يقصد الشاعر أو لا يقصد، القارئ يعيش كما ذكر أبو ميثم، القارئ يعيش النص وياه، يستحضر لا شعوريا بهذه المعاني، بأنه يستمد فكرته ورؤيته. وسقاها نبع النبي وهل بعد نمير القرآن يحلو نمير، إني مخلف فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن الشاعر يبدأ بالتناص بأن يستلهم القرآن حديث النبي، راح نشوف أيضا أن في بعض القرآن، لكن الآيتان المتعلقتان بالحادثة ليس لها وجود. فالمنطلق الأساسي الذي بنى عليه السيد نصه أن الإمام علي أو حادثة الغدير لها أثر معنوي تلهم ظامئ الشعر، ها هنا يولد الشعر، إنه يدعو من يفتقد الشعر أن الغدير ملهمة. لاحظ ها هنا تنشر البلاغة فرعيها فتستاف من شذاها الدهور. يتقاطع هذا النص مع كلمة عبد الحميد الكاتب لما سئل
أنى لك هذه البلاغة؟ ماذا قال؟ حفظ كلام الأصلع، يقصد أمير المؤمنين. لاحظ أن السيد قد لا يعني ذلك، لكن هذا استدعاء، يعني يستدعي ويتناص مع كلمة عبد الحميد الكاتب. ها هنا تنشر، ليس ذلك فقط، بل بذكاء حاد يستدعي تناص مباشر من تناص غير مباشر خفي. ها هنا تنشر البلاغة فرعيها فتستاف من شذاها الدهور بين ويا عبد الحميد الكاتب، إلى بإعطاء مثال هدرت ثم قرت بكوفة، استدعاء نص الشقشقية، الخطبة الشقشقية. لاحظ كيف لعبها السيد بذكاء أن يستدعي كمثال، على هو في حقيقة الأمر يستدعي الخطبة الشقشقية كمثال على بلاغته، لكن ما هو موضوع الخطبة الشقشقية؟ ثم بعد ذلك قال أمير المؤمنين: هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. واستعان بها بالنص السيد مصطفى جمال الدين، لأن موضوع الخطبة الشقشقية هو تظلم الإمام علي في غصب الخلافة عنه، وكأنما السيد مصطفى جمال الدين بهذا التناص يحيل القارئ إلى نص الخطبة الشقشقية، فيعرف فيطلع. ذكاء جميل جدا في هذا التناص. بعد ذلك لاحظ لما يتكلم عن بلاغة الإمام علي وأثره، يأتي: وملأت الدنيا دويا، كأنما تناص مع أحسن دكتور، ما زال مالئ الدنيا، وكأنما يرد على هذه الكلمة بالتناص أن من ملأ الدنيا دويا وفي الشعر وملهم هو الإمام علي عليه السلام. يعني كان التناص من قبل السيد مصطفى جمال الدين جميل جدا، والقضية التي يريد أن يستشهد بها من خلال البلاغة ورسم شخصية الإمام علي والاستدعاء لهذه النصوص، أن القضية قضية حب للإمام علي، أنه مسألة، مو مسألة بس استشهاد أطروحة اللي هو القرآن اليوم أكملت لكم دينكم أو يا أيها الرسول بلغ، لا، إنما هي قضية حب. هذا الحب مرتبط بشخصية النبي، استدعاء خفي أيضا إلى الآية القرآنية في آية المباهلة: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. من هو نفسه اللي راح إليه وياه؟ هو علي. ولذلك بعد ذلك يقول: نحن نهواك لا لشيء. والقضية الحب يستشهد بأن مستعدين للتضحية والاستشهاد والتناص بالحادثة التاريخية إلى حجر بن عدي، عندما يقول: وسيجري بمرج عذراء من حجرك نحر تقفو من سناهن. هذا الاستدعاء الاستحضار للحال النص التاريخي في أن ترى قضيتنا حب، مستعدين أن نضحي وعلى نهج حجر بن عدي. يعني ليس استدعاء للقرآن واستدعاء إلى الحديث واستدعاء، وإنما حتى إلى حوادث تاريخية يستشهد بها ويبني فيها. يعني بعد ذلك يعني في حوادث ومواقف: باعدتنا عن قومنا لغة الحب، فظنوا أن اللباب القشور، بعض ما يبتلى به الحب همس من ظنون وبعضه تشير. إن أقسى، شوف روعة البيت، إن أقسى ما يحمل، هذا ما يحمل القلب أن علي حبه جنة. يعني ممكن علي حبه إيمان، علي حبه جنة، حتى في قبل هذا البيت يقول: والصراط الذي عليه نسير، اللي مهد علي في حديث علي: الصراط المستقيم. فبناء النص بعد لما يعلل هذا الحب بأنه لأنه مرتبط بالنبي: نحن نهواك لا لشيء سوى أنك من أحمد أخ. وين النص اللي يستدعي أنت أخي من موسى ووزيري؟ صح.
وحسام يحمي لا سيف إلا ذو الفقار. يعني شوف الكلمات شلون تجيك تستدعيك أن يبني. وروح تفدي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ليلة مبيت الإمام علي، نعم، لأنه فدى النبي في هو يذكر الكلمة في القصيدة، لكن أنت تعرف أن من وين يستمد هذه الفكرة. وروح الدليل على القرآن، وروح تفدي أنه ومن نزل في الإمام علي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا هذا ولسان يدعو وعقل يشير ومفاتيح من علوم. أنتم عارفين أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن القصيدة تالي بعد ذلك، يعني يمكن مثل ما ذكر أستاذ عقيل أن القصيدة في النهاية هي بعد ما دخل الغدير، وهي بناها أنها قضاء، أنها يعني القضية قضية حب لأمير المؤمنين، وأن نتقارب ونتوحد ويستشهد ويستدعي. أنا في وجهة نظري كان أنه استطراد، أنه نزل إلى التاريخ وما ختمها، لكن مع العنوان على ضفاف الغدير صحيح، هذا هو على الضفاف. ودعتنا بدر لصحوتنا استدعاء وتناص مع الحوادث التاريخية كاستشهاد يدعم رؤيته بأن إحنا في أيام الوحدة وأيام حققنا النصر وحققنا البطولات. في النهاية حتى لا نطيل، التناص عند السيد مصطفى جمال لعب فيه بشكل ذكي جدا بين تناص ظاهر وتناص خفي. وقد يعني لما نقرأ القصيد نجد أن هناك تناص كثير جدا. أيضا من أهم وظائف أو التناص يكشف ثقافة الشاعر. هذا النص يدلل على ثقافة الشاعر وتمكنه من توظيف التناص توظيفا صحيحا. وبهذه المناسبة الشعراء الآن وهم مقبلون على شهر محرم يقرأوا ويبنوا أفكارهم من خلال التناص، أن يستغلوا القراءة. في الختام في رأيي لو كان هناك جزء لموسوعة الغدير الثاني عشر فهي هذه القصيدة، هي قصيدة مصطفى جمال الدين، في رأيي هي الجزء الثاني عشر لكتاب موسوعة الغدير، في الغدير في الكتاب والسنة والأدب. شكرا لكم. شكرا للأستاذ حسن على هذه الورقة الطيبة بشأن التناص، وهي بالفعل أعتقد تشير وتدل على معضلة يعاني منها الشعراء والشعر سواء الحسيني أو الذي يعالج مثل هذه المناسبات باستخدام التناص غير التطويري. لاحظ أنت أهم آيتين، أعتقد بأن عدم تناول الشاعر لأهم آيتين متعلقتين بمناسبة الغدير ليس غفلة، لأنها من الواضح كان ممكن بسهولة أن يستدعيها، لكن نوع من الذكاء. كم من الشعراء قبله استخدم هاتين الآيتين؟ فمن يعني رايح يكون نوع من التكرار، ذهب إلى ولم يقدموا مثل هذه القصيدة، ذهب إلى معاني أخرى، إلى معاني لم يطرقها شعراء قبله. وهذا ما هو مطلوب الآن، يعني أن نكرر ما طرحه الملا عطية بشكل آخر أو بكلام آخر، يعني لن يطور الشعر. لذلك نحن نحتاج إلى أن نبدأ أفكار جديدة حتى من خلال التناص الذكي أو التناص التطويري. سنتيح بعض الوقت لخلاصات
عن هذه القصيدة. فبشكل عام دكتور علي، ماذا تقول كخلاصة في هذه القصيدة؟ كلمة في دقيقة واحدة. بالنسبة لهذه القصيدة مثل ما ذكرت هي قصيدة استثنائية، يعني مثل ما ذكرت دكتور أن كل القصائد تقريباً التي سبقت هذه القصيدة جاءت على ذكر الغدير وعلى الآيتين اللتين وردتا في الغدير، ولكنها لم تربط حاضر أمتها بماضيها. هذه القصيدة وقف عند 5 مقاطع، هذه المقاطع صور فيها علي بن أبي طالب وسرد أفعاله وصفاته وبطولاته، وفي المقطع السادس نبه الأمة، كل الأمة، إلى أن تلتفت إلى هذا البطل الاستثنائي، هذا الوصي، وأن تنهل من نمير غديره وأن تعيش بطولاته إذا أرادت أن تخرج من واقعها المؤلم، وأن تعيش العزة عليها أن تتمسك بهذا البطل المغوار علي بن أبي طالب. فقط الأسئلة الكتابية. يعني عندنا سؤال يتعلق بعدم ذكر الشاعر لبعض الأحداث المتعلقة بالإمام علي، مثلاً على سبيل المثال حادثة السقيفة، فهل هذا يشير إلى أن الشاعر يعني لا يطرح هذه الحادثة أو له وجهة نظر في هذه الحادثة؟ إذا كان الإخوان عندهم تعليق على هذا السؤال. أنا أتصور دكتور جعفر أن نرجع أؤكد على كلام أستاذ حسن، هو أراد أن يقف في موقف اختبار شعوري أمام الحادثة، يعني أراد أن يسجل في هذه القصيدة موقفه الشعري منها. وبطبيعة الحال الموقف الشعري، أنت من تقول موقف شعري فأنت تعني بكل لوازمة، يعني بما في ذلك أحاسيسه، بما في ذلك المجازات، بما في ذلك اللغة الشعرية اللي تكلم عنها أبو يوسف، بما في ذلك القدرة على أن أنسج لا على منوال أحد، أن أتفرد بكلماتي بنصي. فما أحب أن يدخل في تفاصيل التفاصيل، لأن الدخول في تفاصيل التفاصيل قد يلجئ كشاعر إلى أن يضع موقفه أو يوجه قصيدته بحسب هذا الرأي أو هذا الرأي. أراد أن يكون مخلص مع نصه، هذا هو المهم. هاي اللي أجده يعني إذا الأخوة لهم. أعتقد بأن الإحالات اللي طرحها في التناصل اللي أشار إليه الأستاذ حسن شيء كافي، يعني هو أشار بدل من أن يعني يجتر تفاصيل حوادث تاريخية، هو طرح إشارات بحيث أن المتفاعل مع النص والممتزج مع النص مثل ما قال الأخ العزيز رايح يروح إلى هذه الإحالات. القصيدة أو الشاعر ليس من وظيفته أن يطرح الأحداث التاريخية بتفاصيلها، هو يحيلك إلى إضاءات أنت تذهب إلى هذه التفاصيل. يعني دكتور أنت أجبت أو ذكرت نصف اللي أنا أبغي أقوله، النصف الآخر بأن النص في الأساس صاغه وفي النهاية يدعو إلى الوحدة، فالدعاء إلى الوحدة والتوحيد
وبعد ذلك الاستشهاد بالحادثات أو الحوادث التاريخية كأن في تناقض راح يصير. لكن كما ذكر الدكتور بذكاء من أحال القارئ إلى هدرة الخطبة الشقشقية التي تظلم فيها وذكاء منه برغم أنه وظفها كاستشهاد لبلاغة الإمام علي عندما يقول ضامئ الشعر ها هنا تنشر البلاغة فرعيها فتستاف من شذاها الدور هدرت بكوفان. يعني حتى توظيفه كان بذكاء للإحالة إلى النص الشقشقية، فيعني ما كان يستدعي، وهو من الأساس لم يستدعي حتى الآيات الآيتين القرآنيتين المهمتين في حادثة الغد، لأن كما ذكر أبو ميثم الشاعر يريد أن يصبغ ذاته برؤية مختلفة شعرية مختلفة عن بقية النصوص. الأدب تلميح لا تصريح، فهو في هذا النص الاستثنائي مثل ما ذكرنا جاء على المواقف والحوادث وتناص فيها مثل ما ذكر الأستاذ حسن، تناص جميل جدا إلى المواقف إلى الحوادث التاريخية إلى كل ذلك، فهو في غنى أن يستعرض التفاصيل، هو يعطي تلميحات. والشاعر المبدع كالسيد لابد أن يأتي بقصيدة استثنائية فريدة من نوعها كهذه، فيها الكثير من التلميحات وليس بحاجة إلى التفاصيل وأن يقف عند الحوادث. طبعاً أنا أؤكد على ما ذكره الإخوة، يعني القصيدة في النهاية أي قصيدة هي مشروع، يعني يجب أن نسأل قبل أن نقول لماذا اختفت هذه الحادثة، نسأل ما مشروع القصيدة. القصيدة مشروعها هي تكريس صورة أمير المؤمنين في أطر معينة تكلم عنها الشاعر من خلال حوادث تاريخية تغذي هذه الشخصية وترسم الملمح الذي يريد أن يتحدث عنه. يعني فلذلك فضل عن الإشارات اللي تفضل بها دكتور عيوسا حسن، هي هدرت هي إشارة طبعا واضحة إلى ما وراء هذه الكلمة، يعني بكلمة واحدة استطاع السيد أن يختصر الكثير، يعني بدل أن يذكر الحادثة بتفاصيلها. وعوضا عن ذلك بالعكس إحنا يجب أن نلاحظ كيف تناول موضوع العلاقة مع الآخرين، يعني القصيدة تبين لنا حتى صورة من صور النقد الإيجابي وبنو عمنا، يعني شوف المفردات اللي يستخدمها وتراوح في السير وتدري ولم يتهمها بالجهل، تدري أن الطريقة عسير، يعني بالعكس هو يقدم لنا في هذه القصيدة صورة كيف يمكن لنا أن ننتقد الآخر بشكل إيجابي يبني معه تلك الجسور لا أن يهدمها. يعني هذا هو مشروع القصيدة. في ختام هذا اللقاء نشكر ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور علي عمران، الأستاذ زكريا رضي، الأستاذ عقيل رضي، والأستاذ حسن كاظم. وفي ختام هذه الحلقة نؤكد على أهمية الشعر بشكل خاص والأدب بشكل عام في مسيرة أهل البيت وفي قضايانا بشكل عام، وإلا لم يكن الإمام علي بن الحسين عليه السلام الذي شاهد، ونحن طبعا نتحدث هذا الحديث ونحن على مقربة أيام من عاشوراء، لم يكن الإمام علي بن الحسين بحاجة لأن يستجلب شاعر يتلو عليه بعض الأبيات، وهو الذي شاهد كربلاء بأم عينيه، لكن ذلك دليل على أهمية الشعر وأهمية القصيد في إحياء القضايا وقضايا الأمة وقضايا أهل البيت. نشكركم جميعاً على حسن الإنصات، ونشكر ضيوفي مرة أخرى، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة.
القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.